لان احنا كي نتكلموا على الاحتياجات شعفوا اللي يتكلم على الجوع توا وينظروا علينا شعفوا الجوع وقت اللي وحده في الرديف ولا في ام بعرايس ولا في المتلوي تمشي للمستوصف تهزل سير وتعذري الصغار باش تعمل في الخبز لصغارها باش ياكلوا الخبز حلو كانه بالمعجون شعفوا على الجوع اللي يتكلموا عليه ويقولوا يلزم المظاهرات ويلزم شكون قاعد يتظاهر يا خويا اللي يخدم يمشي يخدم على روحه لا من شده اما العباد اللي قاعده تتظاهر العباد الجوعه العباد البطاله العباد اللي يرزقوا فيهم يقول له خبز وكرواسون يا بوليس يا ميشان يطلوا علينا من 7 طاق ومن 10 طاق احنا رانا ناس عامه الشعب كي الناس واقل من الناس وكيف الناس طالبين الكرامه في ديارنا طالبين الخبز كي العباد الكل طالبين البطال يخدم حتى واحد في عائله كي يخدم على عائله او موان واحد تلقاهم 4 مجازين وقاعدين علاش تعرف انا نقول لك حاجه على الحكومه في الحزب اللي فات في عهد بورقيبه كنا نقولوا جانا المقدم بوصلعه والسوريه تحت الخلعه وراه الحبيب عاشور وجماعه فوق تراكتور يهزوا في سيد لسياد على صاحب اكبر جهاد حنا تو جرانا هكاك في المسلم برزع دخل السوريه نتاع الحزب من داخل وخرج الخلعه قال انا راني تو خاصي وليت معاكم حطونا في جماعة الاتحاد من تالي بعد قدموا للحزب أعطوهم الوزارة متاع التشغيل باش يولوا يتعاركوا هما هانا منك فيك كل بعضك وخروا لتالي أعطونا في الأحزاب الكل ركبت على التراكتور اللي هو الشعب وقاعدين يركضوا علينا الكل احنا يا خويا ناس رانا عامة الشعب لا طالبين كراسي لا طالبين صلح لا طالبين وزراء لا طالبين حطونا دي تكنوكرات يسيرونا لنجي الحكومة يا سميرة يا سميرة بربي تولت خذيت راحتك انت يا مليك عندي لك سؤال شخصي بربي تفضل اخي تدخل الكوزينة وطيب انت انا ندخل الكوزينة وانا نطيب حتى 20 واحد وانا نقضي في داري وانا نعمل كل شيء ونتبع في هذا الكل شيء ممتاز اخت سميرة مشكورة مشكورة جدا سميرة فاجأتني سي المنصور انا نحب نحيي الاخت سميرة ونحب نحيي وعيها السياسي ويعني وتطلبها للكرامة استثنائي هذا